ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. معنا النهاردة مفتاح جديد من المفاتيح السحرية زي بالضبط كلمة سولو. النهاردة هنتكلم عن كلمة أخرى برضو بنفس القوة بتاعة سولو. معنا النهاردة كلمة نون، نون فالسو، نون. كل الأسئلة اللي ممكن تيجي فيها كلمة نون وتكون الإجابة فالسو. 99% من الأسئلة اللي موجود فيها كلمة نون إجابتها سيمبر فالسو، والواحد في المية الآخر فيرو. النهاردة هتعرف على بعض الأسئلة اللي ممكن يجي فيها كلمة نون وإجابتها على طول بتبقى فالسو. على بركة الله نشوف مع بعضنا سكريتنا النهاردة. أول سؤال بيقول إيه؟ لو دو فوتورا نون بوس نوتريناري كاريلو أبانديتشي أوك روموكيو. السيارة لا يمكنها إن هي تجر أو تسحب كاريلو أبانديتشي أو مقطورة خلفها. طبعا الإجابة طبعا في كل الأسئلة دي كلها هتبقى فالسو. ليه؟ عند الأوتو فوتورا ممكن إن هي تجر كاريلو أبانديتشي أو حتى روموكيو نون ريموكيو ليجيري اللي هي المقطورة الخفيفة. يبقى هنا هقول له فالسو. العربية بتاعتنا الأوتو فيتورا اللي هي فينا نوفا بيرسوني كومبريزو الكونديتشينتي، 9 أفراد من ضمنهم السواق، دي بيتقال عليها أوتو فيتورا. نشوف سؤال آخر. نيلاسترادا اكستورباني برينشيبالي نون فا سونو كورفا نيل دوسو. على الطرق الرئيسية خارج المدينة لا يوجد منحنيات ولا مطبات. طبعا الإجابة فالسو، لأن استرادا اكستورباني برينشيبالي موجود فيها الكورفا، موجود فيها الدوسو، زيها بالضبط زي استرادا أوربانا. كل ما في الأمر إن هي كاراجاتا سيباراتا، طرق مفصولة، لكن الطريق اللي مش متواجد فيه لا الكورفا ولا الدوسو اللي هي الاوتوسترادا. يبقى لو قال لي الاوتوسترادا هقول له فيرو، لكن استرادا اكستورباني برينشيبالي نون فا تبقى فالسو، يوجد المنحنيات والمطبات. السينيال ريفيجراتو برونونشا انترات الاسترادا دوفي نون سي بو شركولاري الترو 30 كيلومتر الاورا. هنا بيقول ان الاشاره الممثله بتشير الى جزء من الطريق لا يمكن ان احنا نمشي فيه باكتر من 30 كيلو متر في الساعه. طبعا الاجابه هتبقى فالسو، ما عنديش هنا ليميت وماسيمو ديفولوشن، ما عنديش حد اقصى للسرعه، او ما عنديش اشاره بتقول ان انا التزم بسرعه معينه. احنا نمشي بسرعه الطريق، ولكن هنا نون سي بو شركولاري تبقى الاجابه فالسو، نقدر نمشي بسرعه اللي احنا عايزينها بشرط ما تخطاش سرعه الطريق، يبقى فالسو. السينيال رفيجراتو برونونشا انترات دسترادا نون اسفلتاتو. هنا بيقول ان الطريق او الاشاره الممثله بتشير الى طريق غير مرصوف. طبعا الإجابة هتبقى فالسو. هنا عندي كادوتو ماسا، هنا أحجار أو صخور متساقطة من ناحية اليمين تبقى فالسو. الشكلو موتوري نون أنو بيو دي دو روطة. الدراجة النارية ليس لها أكتر من عجلتين. فالسو. ليه؟ لأن أنا عندي أهوت في ده الشكلين دولت عبارة عن شكل موتوري، واحد بعجلتين والتاني الآخر بثلاث عجلات، يبقى أقول له فالسو. ممكن يكون بعجلتين وممكن يكون بثلاث عجلات، يبقى فالسو. الاسترادا نون كومبريندي المارشا بيد، لا يشمل الطريق على الرصيف، الإجابة هتبقى فالسو. طبعا إجابتنا كلها فالسو. ليه؟ الطريق لا يشمل على الرصيف تبقى فالسو، لأن الطريق أو الرصيف المرشا بيدي جزء من الطريق، بارتي دي لاسترادا، يبقى هنا بيقول لي نون بارتي تبقى فالسو. إن بريزنسا دي سينيال رفيجراتو نون كونسنتيتو الترانزيتو الفيكولي كون روتينا روتا دي سكورسو. هنا بيقول لي عند تواجد الإشارة الممثلة لا يسمح بالسير للعربيات اللي هي ماشية بالعجلة الاحتياطي، طبعا فالسو. هنا نقدر نمشي ايضا بالروتا سكورسو، الروتا الاحتياطيه، عجله الاحتياطيه، ولكن كون بارتيكولاري برودينس، ناخد اقصى درجات الحذر، وخصوصا كواندو لاسترادا بانياتا يبقى فالسو. الكوادرو تشيكلي نون ليجيري افينا ديل شيكلو سوني سونو
إيكوي بارتي الشيكلو موتوري. في النهاية بيعتبر قانون السير الدراجة النارية غير الخفيفة دراجة رباعية العجلات، دراجة نارية بنعتبر الكوادرو تشيكلي نون ليجيري، لا فينا دي سيركولاسيوني بنعتبره شكله موتوري. طبعا هنا هتبقى فالسو، الكوادرو تشيكلي ليجيري ده اللي يتقال عليه شكله موتوري، لكن الكوادرو تشيكلي نون ليجيري بيتقال عليه موتو فيكولي، يبقى الاجابه هتبقى فالسو. نيلانترساسيون انكروتشارا الانكروتشو اليفيلوس فالساتي نون فالجونو الليميتي ماسيما جنرالي ديفولوجيتا. ان الانترساسيون او الانكروتشو اليفيلوس فالساتي يعني هنا بيقول لي ان التقاطع على مستويات متباينه لا يطبق في الحدود القصوى للسرعه فالسو. الحدود القصوى للسرعه بيعمل بها او بتطبق على جميع الطرق وجميع التقاطعات يبقى فالسو. نيل اريا بدونالي بوسون ترانزيتاري التراتور استرادالي كون فولوجيتا نون سوبريوري 30 كيلومتر الاورا. فالسو، الاجابه فالسو. يمكن هنا بيقول يمكن ليه الاريا بدونالي المنطقه بتاعه الراجلين ان هنا يدخل فيها او يمشي فيها العربيات الجر اللي هي التراتور استرادالي، يقصد بها العربيه او الجزء الامامي من القاطره اللي هو بيجر المقطوره او الرموقي، ده اسمه تراتوري استرادالي اللي هي عربيه الجر، ممكن تدخل بس تمشي بسرعه ما تزيدش عن 30، تبقى الاجابه هتبقى فالس. يمكن لكل عربات الجر المرور في المناطق المخصصه للراجلين التي تسير بسرعه اقل من 30 كيلومتر في الساعه، طبعا هنا اري بدونالي نون بوسونو سيركولاري الفيكولي، يبقى فالس. كوادرو تشيكلي نون سونو سوجيت ريفيزيون بريوديكا، اللي هتخضع الدراجة النارية رباعية العجلات للفحص الدوري فالسو. كل أنواع المركبات، كل عربة بمحرك لابد إن هي تخضع للفحص الدوري أو سوجيت ريفيزيون بريوديكا، يبقى فالسو. لاسترادا نون كومبريندي لابنكينا، الاسترادا الطريق لا يشمل على حافة أو قارعة الطريق، قارعة الطريق بيانكينا ليست جزءا من الطريق فالسو، البيانكينا أيضا جزء من الطريق اللي هي المنطقة خارج الحدود الخط الأبيض المتصل، ده اسمها بيانكينا جزء من الطريق تبقى فالسو. لجويدا دي الكوادرو تشيكلي نون ليجيري إي كونسنتيتو جا il complemento di 14 anni di età. هنا بيقول لي ان الدراجه رباعيه العجلات غير الخفيفه يسمح في السنه الرابعه عشر في وانا عمري 14 سنه ان اسوقها، طبعا الاجابه هتبقى فالسو، علشان اسوق الكوادرو تشيكلي نون ليجيري لابد يكون عمري سي ديتشي اني، اما 14 سنه اسوق كوادرو تشيكلي ليجيري درجه الرباعيه العجلات الخفيفه محتاجه 14 سنه ورخصه اي ام، الدراجه الناريه غير الخفيفه الكوادرو تشيكلي نون ليجيري محتاج 16 سنه ورخصه من النوع ا اونو، يبقى فالسو. المارشابيدي ريسيرفاتا البيدوني الفيكولي ان سوستا كوالي اورا نون سي ريال ساتو. هنا بيقول ان الرصيف مخصص للراجلين البيدوني مشاة ووقوف العربيات عندما يكون غير مرتفع، يعني لو كان الرصيف بالمستوى ده على نفس مستوى الاسفلت غير مرتفع فممكن العربيات تعمل سوستا، بنقول فالسو لان هنا السوستا للمارشا بيدي سونو فيتاتا كواندو مانكا لاستريتشا ديل باركيجو، ما نقدرش نعمل سوستا سواء كان الرصيف مرتفع او على نفس المستوى الا في حال لما يكون في خطوط الباركيجو، ما فيش خطوط الباركيجو زي ده كده يبقى ما ينفعش نعمل سوستا سواء كانت الستيسو بيانو او رازو او بيو الساتو، يبقى فالسو. الادفرسمنتو بدونالي نون فا بارتي دي لا كاريجاتا، الادفرسمنتو بدونالي ممرات عبور الراجلين
ليست جزءا من المسار، تبقى الإجابة فالسو. لدرسمنتو بيدونالي جزء من الكاراجاتا، يبقى فالسو. الشكل موتوري نون سونو سوجيت تريفيزيون بريوريكا، دراجة النارية الخفيفة لا تخضع للفحص الدوري، فالسو. كل أنواع المركبات لابد أن تخضع للفحص الدوري. لدرسمنتو بيدونالي un parte della carreggiata in qua consentita la fermata ma non la sosta del veicoli, non la sosta del veicoli, يبقى برضو falso. ممرات عبور الراجلين جزء من المسار يسمح بالوقوف وليس بالتوقف للعربيات، falso. ممنوع السوستة وكمان ممنوع الفرماطة، يبقى كلمة نون هي falso. È consentito aumentare la cilindrata del quadricicli leggeri perché non, يبقى كلمة non è, si aumenta la velocità, falso. هنا بيقول يسمح بتغيير محرك الدراجة النارية رباعية العجلات الخفيفة من أجل رفع السرعة، falso. ممنوع عمل أي موديفيكا للموتور. Nell'area pedonale possono transitare il quadricicli motori perché non superando la velocità di 50 km l'ora. هنا بيقول برضو إن يمكن للدراجة النارية رباعية العجلات عبور المناطق المخصصة للراجلين، ليه؟ لأن سرعتها لا تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة، يبقى فالسو. الأريا بيدونالي ريسيرفاتا سولو البيدوني بشكلتا، فالسو. الكوادرو شكلي نون ليجيري e monobora e con carrozzeria aperta possono essere contato senza casco. Quadricicli non leggeri, non leggeri, الدراجة رباعية العجلات غير الخفيفة، ممكن اللي هي مكشوفة زي ده كده من غير الهيكل، ممكن ان احنا نسوقها بدون الخوذة بتاعة الرأس او واقي الرأس، فالسو. اي دراجة نارية محتاجة ان يكون معاك كاسكو، فالسو. In presenza del signor Figurato consentita la fermata ma non la sosta. هنا بيقول برضو عند تواجد الإشارة ممثلة يسمح بالتوقف ولا يسمح بالوقوف، falso. Nel corvo vietato la fermata anche la sosta. In presenza del signor Figurato non obbligatorio dare la precedenza e il bidoni عند non هي che avversando sulla streccia bidonali. تعلم الإشارة الممثلة عن عدم إجبارية إعطاء الأسبقية للراجلين الذين يعبرون على الخطوط، برضو هتبقى فالسو، نون. In presenza del signor Figurato sono consentita la fermata ma non la sosta in la prossimità o in corrispondenza del binario. هنا بيقول برضو عند تواجد الإشارة الممثلة تسمح بالتوقف ولا تسمح بالوقوف عند أو بالقرب من المعابر أو خطوط السكك الحديدية، فالسو. نيل باساجيو ليفيلو فيتاتو لا سوستا أنكي لا فيرماتا لا بوسوميتا أنكي نيل كورسبوندنسا، يبقى فالسو. إن برزنسا دي سينيالي فيجاراتو إن نيسيساري فاري أتنسيوني البامبيني سولا كاريجاتا إنون كويلا سول مارشا بيدي. عند تواجد الإشارة الممثلة من الضروري الانتباه إلى الأطفال المتواجدين على المسار وليس الذين يتواجدون على الرصيف، فالسو. هنا فارت تنسيوني الفرنكوينت دي البامبيني، الأطفال المتواجدين سواء كانوا على المسار أو خارج المسار، فالسو. إن بريزنسا دي سينيالي فيجاراتو أوبليجاتوريو فيرمارسي بريما ديل بيناريو سي لا سينيالاسيوني لومونوزو أكوستاكا أكوستكو نون سونو إن فونسيونا. هنا بيقول عند تواجد الإشارة الممثلة من الضروري التوقف فينا حتة قبل المعبر إذا كانت الإشارة الضوئية أو الإشارة الصوتية لا تعمل، طبعا نقول له فالسو، لأن هنا طالما الإشارة الصوتية مش شغالة أو الإشارة الضوئية مش شغالة يبقى نقدر نعبر المعبر، يبقى فالسو. السينيال فيجاراتو برونونشا اون تراتا دا سترادا كيك كوا كونسنتيتا لا فيرماتا ما نون لا سوستا.
نفس السؤال بس مع كورفا بريكولوزو اديسترا، الثاني كان كورفا بريكولوزو سينسترا. هنا بيقول الإشارة الممثلة تعلم عن جزء من الطريق تسمح بالتوقف ولا تسمح بالوقوف، فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا كي نون كونسنتيتو سوبراري لا فيلوسيتا 10 كيلومتر الأورا، لا تسمح الإشارة الممثلة بتجاوز سرعة 10 كيلومتر في الساعة، فالسو. العشرة في المية اللي هي البندنسة دي الاستراضة، حدة الطريق وليس السرعة اللي احنا ما نزيدش عنها، فالسو. امبرزنسة دي سينيال فيجاراتو سي دي في ريلنتاري وزاندو كونتونوامنت الفريني بير نون دانجاري الكامبيو دي فلوشيتا، عند تواجد الإشارة الممثلة يجب تخفيف السرعة، تمام. استعمال الفرامل بشكل مستمر تبقى فالسو. استعمال الفرامل بشكل مستمر حتى لا تهلك مبدل السرعة اللي هو الكامبيو أو الفتيس، طبعا الإجابة تبقى فالسو. السينيال فيجاراتو برنونشا انترات دا استرادا دو في نون سي بو شركولاري دي الالترو 30 كيلومتر في الساعة، تشير الإشارة الممثلة لجزء من الطريق لا يمكن السير فيه بأكثر من 30 كيلومتر في الساعة، برضو احنا نقول فالسو، ممكن نقدر نمشي بسرعة اللي احنا عايزينها بشرط ما نزيدش عن سرعة الطريق اللي احنا ماشيين عليه، يبقى فالسو. آخر سؤال، إن بريزنسا دي سينيال فيجاراتو نون كونسنتيتو ريلنتاري إن كازو ديسكيرس فيزيبيليتا، تعلم الإشارة الممثلة عن عدم ضرورة تخفيف السرعة في حالة الرؤية المحدودة، يبقى فالسو. نون كونسنتيتو تبقى فالسو. ده كان آخر سؤال معانا النهاردة في المفتاح السحري نون فالسو. ده كل الأسئلة اللي ممكن تكون فيها كلمة نون إجابتها سيمبر فالسو. إلى اللقاء في مفتاح آخر من المفاتيح السحرية، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.